استاذ هيثم، خلينا بس بعد اذن حضراتكم احنا يعني حضرنا سلسله من التقارير عشان نفك الطلاسم الخاصه بملف العداله الاجتماعيه ويبقى الشارع او المواطن المصري حاضر معانا في الاستوديو. اسمحوا لنا حضراتكم نشوف هذا التقرير ونبدا الحوار بعده مباشره. ٥٠٠ مليون جنيه هي قيمة ما يحصل عليه المواطن المصري شهريا وفقا لمنظومة التموين والخبز الجديدة. فبعد سنوات طويلة من معاناة المواطنين مع أزمات التموين المختلفة، تسعى الحكومة الحالية لوضع حلول نهائية تساعد المواطن على حياة كريمة. احنا على طريق معين لازم نمشي فيه أكتر وأكتر وأكتر، وتنتقل فكرة حماية المستهلك من حماية المستهلك في مثل هذه القاعات والمنتديات، وهو أمر هام للتوعية على هذا المستوى، إلى أن ننطلق بقى كلنا مع المواطن البسيط اللي في أحوال كتيرة جدا محتاج توعية لحقه. تحسن ملموس في السلع التموينية أشادت به إحدى الأسر المصرية، ولكنهم انتقدوا نفس الكميات ما يدفعهم للجوء إلى الأسواق الخاصة شهرياً لسد العجز التمويني. والله أنا بنجيب التومين، بنجيب مثلاً زيت، سكر، ما فيش رز دلوقتي حالياً يعني، ما بيقضيش يعني، بنكمل بقى من معانا احنا يعني كده. لازم يبقى في مراقبة على كل التومين، ما فيش حد بيراقبهم، بيعملوا اللي هم عايزين وبيدوا اللي هم عايزين. فرق واضح في الأسعار أشار إليه المواطنون، إلا أن المنظومة الجديدة لا زالت غير قادرة على تحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط. يا دوبك بجيب الطمين بيقعد بالظبط معايا 15 يوم بالكتير أو 20 يوم، وببعد بقى أجيب مثلا زيت، سكر، رز من بره، يعني ما بيكفينيش الشهر كله، أنا نفرين بس. الأول كنا بندفع فلوس بس، كنا بناخد حاجة كتير عن كده. دلوقتي ما فعلا ما بكفيش، يا دوبك ما يكملش 15 يوم واحنا بناخد 3 جزاز زيت بس، وكيلو سكر، وبكون شاي، ما بقضيناش حاجه خالص، واحنا غلابه ارزاقيه. اجور متدنيه واسعار لا تعرف سوى النسق التصاعدي، ومواطن بسيط يحلم بمعيشه هادئه يضمن فيها اساسيات الحياه. شكرا للزميل العزيز عبد الله منتصر اللي عد هذا التقرير، وللحقيقه سافر لبعض القرى والمراكز البعيده في الصعيد وفي وجه بحري عشان نبقى بننقل الصوره من اماكن مختلفه. دكتوره، يمكن